يا ما العافيه والله ابو الله يعافيك يا مرحبا. القهوة الشاي والحليب عقب شوي عاد نضبط حمة الحاشي. الله يا الجو ما صار. خليها تستس يا ما العافيه والله كل الحيف له شغله. الله يعافيك ابو بدر. انا خلوا علي المصليه اليوم نبي نضبط لها المصليه، طبعا نبيها قبل العشاء. من الحين اعلمك لا تقول سويت العشاء ما عشان لا لا تبي تاكل اصابعك ورا العشاء. لا اصابع خلي المحل اصابعنا عادي. انا بغيت خلي المحل نبي نعجن العجينه هذه للصبح ولليل. الليل طويل ترى ابو عشاء وين يقولون له. يا حبيبي ابو عابد تقول ما في كاتم ها؟ والله هذا مو مالين عينك هذا؟ هذا منين طلع يا رب؟ هذا مو مالين عينك بالله؟ بالله مو مالين عينك؟ والله ما شفت الحيوان. يا ما العافية والله يا ما العافية. ايوه هذه التكشير والله ولا بلاش والله. ايوه. نبي طفي اللمبة طعمكم نبي السراج الحين. عيش والله ايوه ارفع شوين شوين يا الله هذه الاجواء ولا بلاش سكنانا الشيخ عادي يد البوح هذه يد البوح عقب الحمة الحاشي الحين يا رجل فصلنا عنها نخليها للصبح ذا عندك اسمع اسمع صفرت ايه مدخنه اللي مو ضاري على وش انا اللي مو ضاري يوه يا هالمصري البله ترى ذول حقت الصبح هذول ما انا الحين هذا عشان ما تطلع نجمه الصبح اللي انت مفطر وشبع يا رجل احنا تعشينا الصبح ما تلقاه عشينا كنت تعشينا الصبح ما تلاقيه والله انا غريب يجي عليهم ما هو صعب بس شوي تسمع خربشت والله مع دبس يا الله عافيه تنكليت يا الله يا صوت المطر صباحكم الله بالخير يا الله صباح النوم هلا بقول الصباح خير من النوم صباحنا صباح الملك لله خير يا وجه الخير هلا صباح النوم نجح من بدري اليوم عز الله شبهنا نوم البارح من الساعة 11 احنا نايمين الله يتقبل صباحكم الله بالخير النور يا هلا شلون النوم عايد؟ على كيفك ما قال لك شين البرد ما في برد ما قام يداعبك هالبرد شوي ما عندك لا اي والله قوايا الله صبحكم بالخير جميل هلو. والله يا واحد على بالي يا رجال هو نايم يسولف يا رجل هالبرد دغدغ يعني دغدغ هاي ايش يقول مش وين؟ يا رجل وش كلمة هاي؟ مختي يقول افترت مختي مختي وش هي مختي مختي يا رب يا عايد يا من حتشو تدري اني اضحك وانا نايم اتذكر شوف شوف يعني كلامي صحيح اي والله من حتشو يا رجل ما هو من حتشو والله فرمخك الحين خلي فرمخك بهالفنجان طال عمرك لا اما فرمخك عدل المخ هذا ترى المخ المخ ايوه رجع على ثاني مره تبون هالمصالي ولا لا قوموا قوموا يا الربع اللي ما يبي يقعد يوه يا الفطورات منين البرق تقولون مشوين شمال الله يجيب الخير ان شاء الله الله يجيب الخير الله اجواها اليوم حكايه لها احنا اليوم فطورنا فطور باب الحاره هذه السمنه وهذه الدبس اتمنى بالله يا اخي كعيد افتح بقك تكفى هاي افترت مخته يا بيه بس السمنه على الدبس والله كل هذا انا كليت ما هو مثل طعم هذه اتمنى بالله ايوه ما شاء الله يا حلو ريح المطر مبروك الخير يا حلو ريحها المطر
شاء الله تبارك الله رشة، لكن والله هي ريحة المطرية ينعش يا جماعة الخير. ما شاء الله ما شاء الله صيد وفايد يا لقلق. ما شاء الله اي هات النقلة هات. اي والله ما شاء الله صيد وفايد عقبال ان شاء الله النادل. والله ما ظنيت تشوف النادل. شوف شوف وش حليله والله نبي ندربه يمكن. تريد ابواشك وش نعمل يا هذا لحظ حظ ابواشك هذا خلني افكه اصبر. اللي بعده بجربه. ها امسك امسك حطها بالسياره. تسمع باللي يقول تغيرت الاحوال الحين بعد الحين. ترى هذا هي جينا من دون عذره الوايد فاضي والغرفه حافر عليها الهواء. بس خيره سبحان الله. بالله تخيل الحين احنا جالسين طال عمرك بظل السياره بظل الجيوب. والله ماكلين اكل الحمد لله والله. عطى تمائل الغرفة. ايش والله فكني والله حافر لها وقعت الحين بهبي تحتها خياش ان شاء الله تطلعها. أمسينا وأمسى الملك لله ولا إله إلا الله. هذا مع الشاعن الليلة ومن أصبح أفلح إن شاء الله. يا مقناصنا كله بواشق الله لا يبلع كله بواشق. شبلانا اليوم حظنا من أصبحنا هو بواشق بواشق والله ما أدري وش السالفة يا أخوي. لقلق أظن حظه حظ بواشق. الخير فعلك إن شاء الله أطيب. شلون تغيرت الامور هاللون يا ابو سلوم انت والشباب؟ من اي ناحيه؟ ناحيه صار مندي صار تغيرت الامور وحوسه واللي جبن ذبيحه. الله يغنيكم والله كثر خيركم. ابو عايد الله يغنيك وكثر خيرك انت رفيقك. الله يعافيك. اوه جايبين الكهربائي بعد. بالله زانت الامور. دسوا لحمه الحاشي دسوها الباسر دسوها. ما هو؟ مندي وحركات. ما هو تبي تمطق تمطق. والله يا ابن هالشجرة تجيك هالشجرة. ما هو مثل غدا الرجال يلا لك الحمد. أعوذ بالله الرجال تعبنا وينه وينه؟ ما هي كبسة فلفل عبارة عن فلفل. بلشان بالبواشق. بلشان بالبواشق يا بالبواشق. عيد ما تبي نشوح لك هالتبدة. يا حبيبي. كيف ده قلاوي مهموس مهموس؟ لا نبي محمرة محموسة محمرة كيف كيف؟ وش محمرة محموسة كيف تسلك أنت؟ والله انا صاد زنا تبي على الجمر ولا على الغاز مثل بعضهم انت لك انا ابي على الجمر ابشر بسعادك والله يا حبيبي والله عطني بس 10 دقائق بس كفو والله كام العافية والله الدحمة ما شاء الله. اظن هذا اللي يقول عزوز مسحوب من تحت امه. اي بالله انا مسحوب. الله يغنيك والله ابو عايد. الله يعافيك انتو الدحمي الله يعافيك والله ما شاء الله. هذا جايب الكهربائي معك يا ولد جاب الكهرباء وجاب المطور. ما هو عيي خلينا نمشي غير نخدم. ما شاء الله عليك يا ولد. قال لا ونعم والله ونعم والله وعادته والله. اي والله عاده وسعاده ان شاء الله. الله يعافيك ما شاء الله. قل لي يا ولد والله على اللبات ما شاء الله. كيف يا بدر تبي القلقله؟ يا مال السعد عاش. الله يكثر خير والله ابو عايد. اي والله يجزاه خير. ماموس كيف ذاك الاوي؟ السلام. شو شو هذول؟ شو شو شو؟ شوف الطرف هذي شوف. يا الله. عاش هي النار عالية. زود عاش والله ما
هذه كل ابوها خلطينها مجهزيها جاهزه. يا الله تبي تاكل وشو اصابعك اليوم؟ يسلم الانامل انامل عمري انت يا عمري. بدون شوي تقول بدون تبهيرة تاكل اصابعك ولا؟ والله ما يحتاج ابدا. الحين اخليك تاكل اصابعك صدق. انا ماني مثل اللي يقول تاكل اصابعك وما ناكل اصابعه. والله ما كليت العوي. الحين اخليك تاكل اصابعك. انا الليل والخيل والبيداء والكبدة تعرفني. ولا انت ما عارفك غير الرز. هذه طال عمرك اول من يذوقه الشيء. جمعوا 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 جمع. لا مو انت مو انت. لا قلت لك اول شيء الشي تستاهل والله. الله يعافيك مساعد الشي. كلها 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 مساعد. لا ما هو انت مساعد الشي. راجي راجي انا مخلي مطورات هاللون على طول. يا سلام على طول يا رجل. ايوه لا لا ايوه الحين تعال تعال يا اخويانا اخويانا قربوا. انا ما اخذيه. الله يستر. ماشي على هذا اللي بطاح نفسه. شوف 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 خذ هذا. والله يا اخي بالعافيه بالعافيه. لقلوب لقلوب. شوف الغالي 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 يا اخي. في واحد هناك تقول ما يبي مستحي. وين العربان تلوموني اني اقول هو اول من ياكل من الكبده لانه هو شوف زين كمان عشان كل يوم. يا الله هذا اللي يقولون له مربط الفرس ترى تدري كويس ومندي. عشتوا عشتوا والله عشتوا ولا انحشتوا؟ بس كذا تعيش خلاص ولا في لهب ولا في وجع راس ولا في دخان ولا هذه ولا هذا العلم والله. بس بحد روب واحد يا ابو عايد. ها المطور يمكن المحول يشغله. محول ما هو كله محول ما يشغله ما يشغله كله يعني لازم مطور. ها عي هو غير مطور. خبرهم في محول هذا قال لا لازم مطور عاد. والله هو ادرى عاد هو شغله يعطيه العافيه. والله ما شاء الله ساعتين. ها الله الله يا حبيبي ما شاء الله تبارك الله. اوف 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 يا الريحه الريحه لحالها حكايه يا جماعه الخير. يا ام العافيه والله. هذا غرفه الاولي والله ان بقى من الاولين اشوى انت اول. الله يعافيك والله كثر خيركم. هذا المفروض انتم 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 راعينا الحق انتم اللي المفروض ان نسوي لكم. ها بين نحن. اي والله الله يكثر خيرك ابو عايد. يعطيك العافيه يا دحوم ما شاء الله على الشغل. عاش والله ما شاء الله شيف ما في. بس المفروض مو انت الشيف هذا. احنا نحكم على الشيف من الوزن المفروض العكس. لا يا ابن انا وجدت المندي قلت المندي الراجي. لا تخبر الراجي وش هذا يقول انا احب الطبخه مو مبين عليك عاد. الراجي يذوب عشان يزيد وزن. هذا بالحين مرسمها ابو عايد. يقعد بعد انت على الشيء يا رجل. من المرسم؟ انت مرسمها؟ لا مرسمها. اسمع الشيخ ما يقل طول واحد ما شاء الله تبارك الله. يا ولد الريح بس الحال من غير الطعم ما ذقنا عليها شبعنا بسم الله. فراشك وين يا عايد انت؟ فراشي؟ اي لين متى مرح؟ موجود. راح سرى الليل وانت الحين قاعد. قم سرى والله ما سرى الليل. يلا نمنا نمنا يلا. فراش سرى وخلانا. يلا يلا. جاء عليها كاس شاي الحين. والثاني هذا اللي دايخ من اليوم شكله عقب هالمندي ضبط تموره. يبي لها كاس شاي يا الله. يلا. لقلق راح جانا لقلق رقم اثنين الحين. وتعلل على السراج. الله وراسي عندك بهذا. وراسك عندي بهذا. ما بيني وبينك 50 سنتي. انت ما شاء الله عليك تنام لو كل الدنيا تثور عندك. وين انام انا حسرتي بس. صباحكم الله بالخير. والله يا الله يا نواف حالي والله يا بعد حالي انت والله. يسعد ديني الحليب مخلي زعفران مو حاط. الله يعطيها العافيه.
يحسبها كيكة الزعفران اظن. يلا يا فراس قم قم. يلا عليك ترى الفطور اليوم. بس ما نبي فطور فلفل. لا افطرت انا داري والله. يلا يلا والله صدق الطيور طارت برزاقها. احنا لها الحين تقهوى. هذا اول انا افتال لقلق. وش اسمه؟ لقلق. ما حد يدري بالحين سكت. من الصبح. يلا يا ما شاء الله يا القاع. هاي مطر البارح هذا ولا قبل البارح هذا؟ لا مطر قبل البارح. ها؟ بعد والله. هذا مطر يا ولد. ها؟ ما شاء الله تبارك الله. اي والله. ها؟ تبارك الله. وين الموقع؟ الموقع في غرب سوريا. ما شاء الله تبارك الله. طيب السحابة ما هي عريضة الحين. صلى الله يتبع له ويجيب الخير ان شاء الله. درجنا درجنا. هذا مجينا قاع المطر نزال درس حراسة 12. هذا نقع الماء. هذا نقع الماء يا جماعة الخير. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ذكر ربي. نقعنا الماء له يومين. امس واللي قبله. مع المطر. حلو مع المطر. يا رب تجيب الخير ان شاء الله تطرح بركه. طورنا اليوم حويه. اواك يا ابو سلوم. الله يعافيك. زين الفولاه. ايه يا رب بعد الفول. الحمد لله العافيه والله. اوه السمنه بعد. نحط شوي. رش رش. شلون مساعدك شلون مساعدك فول بالسمن؟ يا رجل هذه الشغله المضبوطه. هذا هو الشغل المضبوط. هذه والله فطورات على كيف كيف طال عمرك. هذه الاكلات الصحيه والله. اوه اقطوا يا الربع اقطوا اقطوا. ها حاصلين بها الحين. خليني اطق الحوض. البرقه تقمنا. والله اظن البرقه تقمنا. ها مع السلامه. طيبي. انا بتحكيها عشان ما يبعد. ما انت بعيد الحين نيشك البرغي بيحول بعد. الحين نحول لاخوه. يعوض الله يا ابو عايد. خلاص. يعوض الله. اي والله الله يعوض خير ان شاء الله. وش اللي هد على الباشك؟ هد عليه له فرخة تامة. ما الله كتب. اي والله ما الله كتب. سبحان الله. العوض ان شاء الله. العوض ان شاء الله بالجيات بالجيات ان شاء الله. ان شاء الله باليخيل. باذن الله. باذن الله. اما مسانا اليوم اقشر اليوم. بناشر وحاله حاله. اي والله نزلنا مع هذا. روحت الحمامه فوق مطردها ويوم نزلنا واحنا مبشر. لكن ما عليه ان شاء الله. اليوم ضيعنا الشهانه لكن يعوض الله. وهذه ضربتها الكفر. عزله كفرات حلوه لكن عاد الارض ما يرحم. لا خله خله خله. تهاوشوا 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 تكفون تهاوشوا تكفون تكفون. العافيه والله. ما هي شيء بسيطه بسيطه هذا مو شيء. بعذر قلبه شعطنا مع هذا. هذا البلون. لا انت. عايد ابو سلوم انتوا الربع هنا الربع اظن الجال هذا بهبله والله صدق احنا بنشرنا وطار حمامنا والرجال انقرص هذا ها الكبير عاد اشوان هم هي اي والله تشوف ها الحمد لله على السلامه الله يسلمك الحمد لله تعيش تاكل غيرها ما عليها يا توجع توجعك القرصه ولا لا انت صراحه هذا مكانها بحدي على القرصه اقرا سبع مرات الحمد اقرا نفسك سبع مرات ما في صوره اسمها الحمد فاتحه اي اقرا سبع مرات فاتحه والله اظن ما تقرا خوته يا رجل من خوته تدري عاد احنا فوق صوت الا ما سمعنا انا انت من صوت لي شوي قلت لما راكم بنشرين خافوا ادرمت يا ولد مشينا السلام عليكم هلا فالكم ان شاء الله الحر لا الحر ما نبي ليه اللي بشوهي الله يجيبها خير ان شاء الله يعوض الله اليوم راح اليوم
تونسنا على هالشي هذا. الحمد لله خوينا قرصه اليوم. اي أيوة والله. لا هذه غنيمه اليوم بنشر وقرصه. الحمد لله. اي أيوة والله الحمد لله. الحمد لله. والله يتوازن الجيب صفر. كبرت الاماميه واحد بالون وواحد المظله هذا. صراحه ابي رايك يا عبد الله. والله ما في مقارنه. انت كنت ناوي تركب بالون اول؟ اي والله. وعقب؟ ما يركب والله الا حاله. صراحه هو صيني انا اعتبره افضل من البالون ولا حول البالون. راحه راحه البالون. رساوه على الخط رساوة. ما يمللك. شوف الجيب يلعب. شوف الدركسون. شوف ذيدي. ما ندري. اعوذ بالله. اي والله. اثري البالون يمللك بالخط. يقوم يراوغ. هذا حتى لو ان الجو به هواء اللي مركبه المظلة هذا ما يماوح بالجيب. بالون هواء ولا مو هواء ما يرسى على الخط. والله يا وسيم بالعادة الوقت هذا الأجاء نركب بولين حنا، لكن هالسنة خلاص حولنا من البولين إلى الكفر هذا. شو اسمه هذا؟ ويند وايد. وايد 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 وايد. طبعا هذا صيني درجة أولى صراحة ما يعلى عليه. أنت لجاك واحد قال لك تنصحني به ولا لا؟ أنا والله من بعده خلاص انصحها. والله العظيم صراحة. لسه مجرب ولا صار طبيب. بطل بطل على الجي إكس. أنا مجرب على جي إكس غير جي إكس ما أقدر أتكلم. صراحة ما يعلى عليه. ليونة رساوة بالنفود اللي حطيته طال عمرك هواء 22 إلى 25 ما تدور غيرك. ولا هو مثل البالون يحفر. لا التضليعة هذه خليه يمشي أكثر. وبالحجر كذلك. طبعا أمس نطرد بوعر. عشان كذا ضربها الحجر وانقطع. يعني كفرات السيارات الكبيرة السيارات العيديات الكبار تقطع من الجنب. هذا مو عذرون. الطبعة تبارك الله احنا اوريكم الكفر على شكلها ما تغير. طبعة اللي بنشر. طبعا هذه ضربة الكفر بعد مطرادة. شوفوا عرض الكفر. الكفر سميك. لكن انا قلتهم مطراد ووعر. هذا الاحسن انا ما اخذ منه. واحد من اخوياي اني بجربه وجازي للكفر. الحين بركب باذن الله واحد غير هذا سبير. اظن اخر حبه. حبه توفرونه؟ اسبوع اسبوعين. اسبوع يكون متوفر؟ ان شاء الله. طبعا هذا عند وسيم بالشارع الاول بصنع السكاكه. هو مثلا الشارع الاول هو المحل اللي عليه سعره. ما تقصر معهم. أبد ولا هم. النوعية هذه ولا غيرها؟ هذه ولا يبغون أبد ولا هم. يا حبيبي أنت والله. أمس الأجواء الحلوة. الحمد لله على السلام. الله يا هالأجواء. ما بطي ما شفنا الأجواء هذه. بالذات بهذا بالمزرعة. في أحد شاب بهذا وكاد. وكاد في أحد شاب. سامه حسن بس. يا عمرو. حمود يا ولد. حمود حمود البارح مخيل على خضير. ايش جابك الحين؟ على حصان ما على خضير. لا والله على خضير جانا المقطع. ما شاء الله شاب. اي والله. ونعم 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 والله يا حمود. عاده وسعاده ان شاء الله. محتاج ملك. وش تبي بس؟ دفور. دفور وشو؟ المتحف. ايه من الساعه 4 وانا قاعد اولع. من الساعه 4 تولع النار؟ اجي تولع النار. والله انك فاين. خلص كله توني فتحت الجديد. والله انك الطقوق. اهم شيء مزين الدله ومزين الامور. اوه والله نعم. اي والله سبتنا يعيش والله. والله ما تشبه البات يا حمود هذه.